فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض النساء تقوم بخياطة ستار على طرف الخمار، تقوم بإسداله عند الإحرام، فهل هذا العمل جائز أم يعتبر؟ بعض النساء تقوم بخياطة ستار على طرف الخمار، تقوم على طرف إيش؟ الخمار، ستار على طرف الخمار أو على طرف النقاب، يعني بعض أن تلبس النقاب تجعل فوقه غطاء فوق النقاب، تحيل على لبس النقاب، لا يجوز هذا، ما تلبس النقاب لا ظاهرا ولا باطنا. نعم.